أحييكم مشاهدينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة أسبوعية جديدة من برنامجكم أنت ونبيلة. مثل كل أسبوع نطرح ونناقش مواضيع مهمة لعالمنا العربي، ولا تكتمل حلقاتنا إلا بمشاركاتكم. قوموا بتسجيل بياناتكم على صفحة أنت ونبيلة على فيسبوك، وسنقوم بالاتصال بكم. يمكنكم متابعتنا أيضا يوما بيوم على تويتر وإنستغرام، ولا تنسوا ضغط سبسكرايب على قناتنا على يوتيوب حتى تكونوا أول من يشاهد الحلقة على الإنترنت. ودائما نشاهد معا أكثر الفيديوهات انتشارا على صفحات التواصل الاجتماعي في تريندينج. الفيديو الأول مشاهدينا لليوم هو فيديو ساخر للممثل العالمي هيو جاكمان، وهو بمهرجان زيوريخ السينمائي، حيث أدرك أن المراسل الذي يحاوره كان في يوم من الأيام تلميذا لديه في مدرسة أبينغام. ومن الواضح أنه كان تلميذ مشاغب، مما جعل هيو يلقي بعض النكات خلال المقابلة. أما هذا الفيديو فهو لفنان يقوم برسم لوحاته من خلال الحشرات، حيث يضع الألوان على أرجل الحشرات ويتركهم يتحركون بحرية على اللوحة حتى تتشكل اللوحة عشوائية الخطوط نتيجة حركة الحشرات غير المنتظمة على اللوحة. فن من نوع آخر. صناع هذا الفيديو قاموا بتجميع عدد من اللقطات المتفرقة لعدد كبير من نجمات السينما العربيات، ليبدو كأن كل فنانة تقول كلمة من أغنية Please Don't Stop the Music للمطربة العالمية ريانا. فكرة رائعة، ومن المؤكد أن تنفيذها تطلب الكثير من الوقت. وفي الفيديو الأخير لليوم نقدم لكم هذه اللقطات لكاميرا مثبتة في ذراع روبوت، وتصور الأشياء بسرعة 1200 إطار في الثانية الواحدة. هذه الكاميرا تتميز بالدقة في التصوير والقدرة على جعل الأشياء تبدو بطيئة، والصورة تتميز بالوضوح الشديد. الفيديو هنا يوضح كيفية استخدامها في إعلانات الأطعمة والمشروبات. أما الآن فأدعوكم لتتعرفوا على معلومات جديدة أقدمها لكم في هل تعلم؟ هل تعلم أنه يمكن تعليق عضوية أي عضو في مجلس حقوق الإنسان بأغلبية تصويت ثلثي الأعضاء الحاضرين والمشتركين في المجلس إذا ما ارتكب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان؟ القوانين والأنظمة التشريعية في معظم بلاد العالم صيانة حقوق الإنسان، إلا أن هذه الأنظمة لا تكون فعالة دائما، وتعجز معظمها عن إقرار بعض من حقوق الإنسان أو كلها. فتعمل المعايير الدولية على ضمان هذه الحقوق عندما تعجز الحكومات عن حمايتها. وجرت العادة على أن تناول الأنباء بشكل شبه يومي تقارير من منظمات حقوقية دولية على غرار Human Rights Watch ومنظمة العفو الدولية مثلا وغيرهما، تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد أو ذاك، وخاصة في أوطاننا العربية. ولكن هل تؤثر هذه التقارير بشكل حقيقي وفعال في حال حقوق الإنسان المتردية في العالم العربي؟ هل تقوم منظمات حماية حقوق الإنسان بواجبها فعلا في العالم العربي، أم أنها موجودة فقط بشكل صوري في بلادنا العربية؟ أسئلة نجيب عنها في حلقة اليوم مع ضيفتي عبر القمر الصناعي من الرباط، السيدة حورية إسلامي، عضوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا بك سيدة حورية. بداية، ما مدى فعالية منظمات حقوق الإنسان في العالم العربي؟ أهلا بك نبيلة، وشكرا لقناة الحرة على إثارة هذا الموضوع للنقاش، موضوع منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وهو موضوع ذو راهنية. تحدثتي أولا عن منظمات دولية، هذه منظمات دولية لها إمكانات كبيرة وتصدر تقارير مهمة تتضمن بيانات وادعاءات لانتهاكات حقوق الإنسان، وهي لها مصداقية كبيرة على مستوى العالم بأسره. إذا أردنا أن نتحدث عن فعالية
منظمات المجتمع المدني في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فنحن بالتأكيد سنتحدث عن التأثير. هذا التأثير هو ذو نوعين، هناك التأثير على حياة الأفراد مباشرة عن طريق تقديم خدمات مباشرة مثلاً للأشخاص ذوي الإعاقة أو النساء في وضعية صعبة أو الأطفال في وضعية صعبة أو في مجال التنمية المجالية. ثم هناك التأثير في مجال السياسات العمومية التي تنظم حياة الأفراد. في المغرب مثلا قدمت 200 مذكرة إبان الحراك لتغيير الدستور، وظهرت أيضا بصمة الجمعيات الحقوقية أو النسائية في تونس على مستوى الدستور الذي اعتمدته الجمهورية التونسية. وأيضا في لبنان هناك حراك جد هام يمكن أن نلمسه، سواء في قضايا الاختفاء القسري أو في قضايا مثلا القمامة التي عرفتها العاصمة اللبنانية بيروت. طيب أستاذة حورية، بما أنك ذكرت مذكرات، ما هي مصداقية هذه المذكرات والتقارير التي تصدر من طرف هذه المنظمات؟ هل لديها مصداقية وما مدى هذه المصداقية؟ أنا في الحقيقة أطرح السؤال، المصداقية بشكل مغاير، هل المعلومات المتضمنة في هذه التقارير إلى أي حد هي مطابقة للواقع أو تعطي تحليلا محايدا وواقعيا؟ طبعا هناك كما قلت تفاوت بين الجمعيات، هناك تقارير جد مهنية وتتضمن معلومات جد مهمة، وهناك تقارير ربما تكون ضعيفة نظرا لضعف إمكانيات الجمعيات أو ضعف الكفاءات التي تشتغل في إطار هذه الجمعيات. ولكن لا أعتقد أنه بأي حال من الأحوال يمكن الحكم على مصداقيتها بشكل عام، وإنما المدافع عن حقوق الإنسان ليس مجبرا بتقديم تقارير علمية تتضمن إحصاءات مضبوطة، بل دوره هو الرصد وتقديم معلومات في التقارير، المعلومات التي يرصدها، وعلى الدول طبعا أن تجيب، لها فرصة بأن تجيب على المعلومات المتضمنة في هذه التقارير. طبعا هناك بما أن المجالات التي تشتغل فيها الجمعيات هي مجالات لحقوق الإنسان، سواء الحقوق السياسية والمدنية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهي بطبيعة الحال مرتبطة بالمجال السياسي، هناك في بعض الأحيان تداخل أو تلامس بين المجال السياسي والحقوقي، وهذا شيء جد طبيعي، ولكن لا يمكن أن نقول بأن الجمعيات ليست لها مصداقية، بل بالعكس دورها دور جد مهم. أستاذة حورية، هل برأيك تترك حكوماتنا العربية تترك حرية لمنظمات حقوق الإنسان لكي تشتغل وتقوم ربما بالإجابة على كل التساؤلات التي تطرحها هذه المنظمات بشكل لائق؟ مثلا هل يتم التضييق عليها؟ يعني ما هي بالضبط ربما ملاحظاتك على كيفية تعامل الحكومات العربية مع هذه المنظمات؟ منظمات المجتمع المدني التي عملت منذ عقود في بعض الدول، وهناك دول فيها حركة ضعيفة، ولكن هذه الجمعيات دائما تتعرض للتضييق من طرف حكومات البلدان في منطقتنا. هناك تضييق على مستوى القوانين، أي أن هناك قوانين جد مقيدة لعمل منظمات المجتمع المدني. هناك تضييق من الناحية المالية، أي ليس هناك تمويلات كافية من طرف الحكومات في هذه الدول. ونحن نعلم أن أي جمعية تريد أن تعمل يجب أن يكون لها مقر، يجب أن يكون لها هاتف وفاكس وأدوات معلوماتية، وأيضا تشغيل بعض المداومين والإمكانيات للرصد وإنجاز التقارير. هناك بعض التضييق طبعا على مستوى بعض المحاكمات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في بعض البلدان، وهذا أمر برز في
العديد من الدول، حيث يتعرض المدافعون والعاملون في هذه الجمعيات لمحاكمات بسبب بعض الاتهامات التي يمكن أن نقول أنها زائفة أو غير مؤسسة على أساس صحيح، ثم أن هناك تضييقات من قبل منع هذه المنظمات من السفر إلى الخارج أو الذهاب إلى المحافل الدولية، وأيضا التضييق عليها فيما يخص الحصول على تمويلات أجنبية واتهامها بخدمة أجندات خارجية، وهذا ربما نتطرق له في نقطة أخرى. إذن هذه الوضعيات ليست كلها متشابهة، ولكن هناك أوضاع متباينة، ففي بعض الدول هناك هامش حرية أوسع من دول أخرى، وهناك في دول أخرى غياب شبه تام لمنظمات المجتمع المدني مثلا كليبيا، ونحن نرى الأوضاع التي آلت إليها ليبيا في غياب أحزاب وجمعيات المجتمع المدني التي تؤدي دورا مهما في تأطير المواطنين وليس فقط في التوجه بالانتقاد للحكومات. نعم أستاذة حورية، ما هي أهم القضايا بما أنك ذكرت البعض منها التي تركز عليها منظمات حقوق الإنسان في عالمنا العربي؟ كما قلت في البداية في السؤال الأول، هناك هذا التصنيف طبعا أقوله فقط لضيق الوقت، هناك نوع من الجمعيات يشتغل على خدمات القرب ودوره جد مهم في مجالات لا تعمل أو لا تكاد تغيب فيها تدخلات الحكومات، مثلا التكفل بالنساء ضحايا العنف، الأطفال في وضعية إعاقة، قضايا التنمية المجالية، المشاريع المدرة للدخل، محو الأمية أو الحقوق اللغوية إلى غير ذلك. هناك جمعيات تشتغل في مجالات أكثر ربما نقول نظرية أو تدخلها على مستوى السياسات العمومية، حيث ترصد السياسات العمومية لدولها في مجال الحقوق السياسية والمدنية، أي حقوق الإنسان بشكل عام وما يتصل بقضايا الديمقراطية مثل عدم التعرض للتعذيب أو للاختفاء القسري، قضايا حقوق الإنسان بصفة عامة، السجون إلى غير ذلك. نعم أستاذة حورية، لدينا اتصالات هاتفية حتى نسمع كذلك آراء المشاهدين. معنا اليوم معنا من اليمن مهيب، أهلا بك مهيب. مهيب، ما مدى معرفتك بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؟ والله في البداية أحب أن أشكر السيدة نبيلة على المصطلح التي شهر مجتمعاتنا العربية، وأريد أن أجاوب عن سؤالك. أن معرفتنا في يعني حقوق الإنسان في اليمن، هنا في اليمن وفي الوطن العربي، لم نسمع عنه الكثير إلا عن اسمه وعناوينه، لأن لدينا أنظمة وحكام هم السباقون لبناء العلاقات مع كل المنظمات ومع كل مجالس حقوق الإنسان. يريد أن ينشئ علاقاتهم ينشئوها مع الحكام ومع الأنظمة، ولم ينشئوها من ملامسة هموم الشعوب وهموم المجتمعات العربية. نعم، يعني أفهم من كلامك أن الشعوب العربية ليست لها دراية كافية، ولكن ربما الحكومات هي التي تتولى هذا الأمر. أنا أشكرك جزيل الشكر مهيب على رأيك. ومعنا من تونس محمد، أهلا بك محمد. محمد، هل برأيك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هل برأيك هو مقصر في دوره في العالم العربي؟ بطبيعة مقصر ياسر. لماذا؟ لماذا؟ هناك ياسر انتهاكات، هناك ياسر يعني بشوف انه حتى في تونس مثلا التي تعد من ضمن الدول العربية ربما المتقدمة بعض الشيء في مجال حقوق الإنسان، تظن انه لا زال الدور ربما بسيط وغير يعني لائق بتونس كدولة؟ بتونس كدولة ناقص ومقصر ياسر، حقوق الإنسان مقصرة ياسر ياسر. طيب أنا أشكرك محمد على رأيك. ما زال للحديث بقية مشاهدينا، ونستكمل النقاش كذلك مع ضيفتنا. ابقوا معنا، سنعود بعد الفاصل. هل يقوم مجلس حقوق الإنسان بمهامه في العالم العربي؟
نساء محجبات يقتحمن عالم الرياضة بين مؤيد ومعارض. التبريدة المغربية، ماذا تعرف عنها؟ بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. تشهد المنطقة العربية تدهورا في أوضاع حقوق الإنسان في العديد من الدول، ويواجه الكثير من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الكثير من التحديات والمخاطر التي تعرضهم للملاحقة والاعتقال التعسفي. وهناك الكثير من الحالات التي وثقتها المنظمات الدولية والمحلية خلال العام الحالي في عدد من البلدان العربية، وتكثر المؤتمرات التي تتناول حقوق الإنسان في العالم العربي، ويدور كثير من الكلام عن حقوق الإنسان، لكن التساؤل يتعلق بمدى تطبيق نظريات حقوق الإنسان على الواقع في البلاد، حتى تحتاج إلى مجهودات حقيقية من هذه المنظمات. ما زالت معي في الاستوديو ضيفتي عبر القمر الصناعي من الرباط السيدة حورية إسلامي، عضوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. أرحب بك من جديد. سيدة حورية، استمعنا إلى اتصالين، واحد من اليمن وواحد من تونس، يعني الاتصالين المتصلين الاثنين كانوا بيقولوا أنه حقوق الإنسان وحتى المنظمات يعني أعمالها غير ملموسة من طرف المواطن العادي. هل هناك بالفعل دول تقل فيها هذه المسؤولية ربما الملقاة على عاتق هذه الجمعيات، حتى يحس المواطن أنها غير أنه يعني غير معني بها نهائيا، أنها بعيدة جدا كل البعد عليه؟ أريد أولا في تعليق جد مختصر على ما ورد في الاتصالين حول دور مجلس حقوق الإنسان المتواجد في جنيف. مجلس حقوق الإنسان هو عبارة عن العديد من الآليات، منها الإجراءات الخاصة، منها هيئات المعاهدات، منها آلية الاستعراض الدوري الشامل، وهذه كلها آليات لتقييم عمل الدول في مجال حقوق الإنسان. وأريد أن أقول فقط أن هذه الآليات ليست مقصرة في تجاه بلدان دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بل يكفي الاطلاع على التقارير التي تصدر عن المقررين الخواص، مثلا فيما يخص المقرر الخاص بالتعذيب أو الاعتقال التعسفي أو مجموع فروق العمل إلى غير ذلك، وكلها تتناول ما يحدث في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتتلقى الشكايات وتصدر البيانات، ويكاد يصدر يوميا بيان عن هذه الإجراءات الخاصة. هناك هيئة المعاهدات، أي الاتفاقيات التي تصادق عليها الدول. لا يمكن لهذه الهيئات أن تقوم بتقييم مثلا دولة ما إذا لم تصادق على هذه الاتفاقية، وهذا إشكال حقيقي، أي أن الدول في منطقتنا العديد منها لا يصادق على الاتفاقيات، وبالتالي لا يمكن تقييمه عن طريق هذه اللجان. ولكن هناك آليات أخرى مثل آلية الاستعراض الدوري الشامل إلى غير ذلك، حيث تقدم الدولة تقريرها وتأتي منظمة المجتمع المدني وتقدم تقارير موازية. غير أن مجلس حقوق الإنسان ليس كمجلس الأمن، وليست لديه آليات لإلزام الدول بالالتزام بتطبيق واحترام حقوق الإنسان، سوى التقارير فهما التزام معنوي يفرضه مجلس حقوق الإنسان، وعلى الدول الالتزام به. الجمعيات لها دور مهم في هذا المجال، ومجلس حقوق الإنسان في جنيف أعطاها دورا مهما، فهي تعد بمثابة مصدر للمعلومات، ولها مساحة لكي تسائل أيضا الدول في جنيف. غير أن الجمعيات ليست لها دائما الإمكانيات للوصول إلى جنيف لحضور دورات المجلس أو لحضور الاستشارات، فقط الجمعيات التي تحصل على تمويل أو لديها عمل متراكم ولديها
مساعدة، ولكن العديد من الجمعيات لا يمكنها للأسف الوصول إلى جنيف، ولكن هناك إمكانية لإيصال التقارير عبر الإنترنت، فنحن نعيش زمن التكنولوجيا الجديدة وعلى الجمعيات أن تكون نعم. هل تخضع هذه المنظمات والجمعيات للمراقبة، أي نوع من أنواع المراقبة من جهات أخرى ربما للتأكد بأنها تقوم بدورها بطريقة فعالة هنا دائما في منطقتنا العربية؟ أنا أكاد أرفض كلمة مراقبة، ولكن لأن العمل الجمعوي أولا هو عمل تطوعي، يعني يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان برغبة منهم. هناك طبعا، ولكن أي عمل يجب أن يكون مؤطرا بالقانون. هناك أولا الإطار القانوني في كل دولة الذي ينظم عمل جمعيات المجتمع المدني، وتتفاوت هذه القوانين حسب الدول وحسب الهامش الذي تتركه للجمعيات. هناك ثانيا رقابة ذاتية داخل الجمعيات، أي أن هذه الجمعيات لها مكاتب تنفيذية ولها ميزانية ولها في بعض الأحيان مراقب مالي أو محاسب مالي يراقب ماليتها. أما بخصوص فعاليتها ومدى تأثيرها، فهذا يرجع إلى المستفيدين من هذه الخدمات، سواء على مستوى الخدمات التي تقدمها أو مدى تأثيرها وترافعها في مجال السياسة العمومية. الجمعيات الحقوقية لها دور مهم، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال، وهذا جد مهم، أن تحل محل الفاعل السياسي أو الفاعل الاقتصادي الذي له دور جد مهم، بل هي تحاول أن تساعد قدر الإمكان بالتأثير سواء في حياة الأفراد أو في مجال السياسة العمومية، ولكن هذا يتطلب أيضا استجابة وإرادة قوية من طرف الدول للاستماع والتفاعل مع هذه الجمعيات، وأيضا للاستجابة إلى مطالبها بترجمتها على مستوى إجراءات في السياسات العمومية المؤطرة لحياة الأفراد والمجموعات. أستاذة حرية، ما رأيك في وجهة نظر تقول موجودة عند الكثير ربما من مجتمعاتنا العربية، وتقول أن المنظمات أو منظمات حقوق الإنسان التي تعمل بعالمنا العربي لديها أجندة خفية، ما هو تعليقك؟ أصبحنا في الآونة الأخيرة نسمع الاتهامات الموجهة للجمعيات والمنظمات بكونها تتوفر على أجندة خفية أو أجندة خارجية. هذه الاتهامات لا تكاد تخلو منها الدول في المنطقة، نظرا طبعا ارتباط الحقوقي بالسياسي. هذا لا يعني أن ليس هناك جمعيات ربما لها تعمل في المجال السياسي أو لها توجهات سياسية أكثر منها حقوقية، ولكن عموما حقوق الإنسان هي منظومة كونية اتفقت عليها البشرية في إطار الأمم المتحدة، وإذا كانت أجندات هذه الجمعيات أو المنظمات الحقوقية تلتقي مع المنظومة الكونية لحقوق الإنسان فهذا ليس فيه عيب. نتجه من جديد أستاذة حرية إلى آراء المشاهدين الذين يشاركون معنا باتصالاتهم الهاتفية، ومعنا طاهر من تونس. أهلا بك طاهر في أنت ونبيلة. طاهر، هل في رأيك الحكومات العربية تعيق دور مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تعيقه عن العمل بشكل ما؟ نعم، هذا الكلام فيه جانب صحيح. منظمة حقوق الإنسان بالعالم العربي هو منظمة دولية، منظمة تابعة للأمم المتحدة، صحيح. لكن الحكومات العربية لها دور كبير جدا في تسهيل عملية هذا المجلس. لكن هذا المجلس ليس له صلاحيات مفتعلة، صلاحيات فعالة من أجل مواجهة هذه التحديات الجديدة. مجلس حقوق الإنسان ليس له دور على أرض الواقع، عندما نتحدث في ليبيا أو في اليمن أو في العراق، مجلس حقوق الإنسان ليس له أي دوره الحقيقي ليس له دور، خاصة ما يحدث في العراق ما بعد 2003 ليس له دور، ملموس لم يتدخل ليس له دور غائب، هو حاضر بالغياب.
طيب واضح جدا، شكرا. كإدارة وكمجلس موجود صحيح، ولكن كدور وك يعني سياسة، يعني سياسة دولية يعني ممنهجة على أرض الواقع هو غير موجود. طيب شكرا على رأيك، وضحت الفكرة. وأخذ اتصال هاتفي آخر، حسن من المغرب، أهلا بك حسن. حسن، هل في رأيك الدول العربية، يعني دولنا العربية، تحتاج إلى مثل هذه المنظمات في مساعدة آليات تنفيذ الدور الحقيقي؟ أظن على أنك أن هناك نسجل تراجعات خطيرة فيما يخص حقوق الإنسان، والدليل على ذلك أن ما نراه وما تتخذه الدولة ذريعا في محاربة الإرهاب وإلى غير ذلك من في استغلاله في التضييق على الحريات الحقوقية في المغرب وبشكل عام بخصوص العالم العربي. طيب شكرا جزيلا. ربما لدينا 30 ثانية فقط، أعود إليك أستاذة حورية، تعليق بسيط عن حاضر غائب، التي الكلمة التي جاءت على لسان طاهر من تونس. هذا ليس صحيحا، بل مجلس حقوق الإنسان لديه العديد من الآليات، منها لجان تقصي الحقائق، منها مقررون خواص، غير أن ربما الأوضاع الأمنية في بعض الدول وأيضا اعتراض هذه الدول لدخول مقررين الخواص أو لجان تقصي الحقائق يحول دون إصدار تقارير جد دقيقة، ولكن هناك العديد من البيانات والتقارير التي تصدر بخصوص المنطقة، يجب فقط الاطلاع عليها. ولكن كما قلت، مجلس حقوق الإنسان ليس هو مجلس الأمن، وليس له صلاحية بإرغام الدول على التزامات باحترام حقوق الإنسان. فيما يخص ما قاله المتدخل، فقط كلمة أخيرة في خصوص سياق محاربة الإرهاب، طبعا هذا السياق يفرض أدى ببعض الحكومات إلى التضييق على المدافعين على حقوق الإنسان وإلى أيضا المعتقلين، الانتقاص من حقوق المعتقلين. ولكن أختم مداخلتي هذه بأنه ليس هناك أي سياق يمكن أن يصلح ذريعة للدول لانتهاك حقوق الإنسان ولو في إطار محاربة الإرهاب. يجب احترام حقوق الإنسان بشكل كامل. واضح جدا، شكرا جزيلا لك، ونتمنى المزيد من التوفيق لك أستاذة حورية إسلامي، عضوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، إذن تابعونا، موضوع جديد يأتيكم بعد هذا الفاصل، بقوا في المتابعة. جدل يدور دوما حول اقتحام الفتيات المحجبات لعالم الرياضة. نساء طبريدة فارسات أمازيغيات مغربيات ينطلقن فوق الخيول. بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، ما زلتم تشاهدون حلقة اليوم من أنت ونبيلة. وقبل أن نستكمل مواضيعنا، دعوني أريكم الصورة التي أحضرتها لكم من صفحات الإنترنت في اخترت لكم. في حب الأطفال للحيوانات اخترت لكم هذه الصورة لهذه الطفلة الجميلة، وهي تقف لتحاكي ردود أفعال المهر أمامها. صورة لم يتم استخدام الفوتوشوب فيها، وإنما هي مجرد دليل أن الغريزة الإنسانية عند الإنسان هي الحب للمخلوقات جميعها، وليس الكره أو الخوف. هذه الطفلة أليس يجب أن تكون مثلا أعلى لكل من يحاولون إلحاق الأذى بالحيوانات المسالمة. ظلت الرياضة النسائية العربية من المواضيع المثيرة للجدل حتى عصرنا الراهن، ورغم ما حققته الرياضيات العربيات من نتائج مشرفة على الأصعدة المحلية والدولية، إلا أن حركات جذبهن للوراء ما تزال قائمة، بل لعلها تزداد قوة وتشتد في غياب قوانين تضمن حق المرأة العربية في ممارسة جميع الرياضات التي تستهويها دون قيد أو شرط. وفي كل مرة يشهد العالم محفل رياضي عالمي، تنهمر التعليقات على النساء المشاركات بحجابهن بين مشجع ومعارض. فهناك من يشجع مشاركة المرأة بحجابها وزيها الإسلامي، وهناك من يرى أن الحجاب
لا مكان له في عالم الرياضة، ومنهم أيضا من يرى أن المرأة المحجبة يجب أن تحترم حجابها ولا تشارك في أي من هذه الرياضات التي تتعارض مع زيها الإسلامي. نتناقش اليوم في هذا الموضوع الجدلي في استوديو، ولكن بعد أن نشاهد هذه اللقطات. معي اليوم إذن في الاستوديو من الإمارات السيدة أسماء الجناحي، مؤسسة الفريق النسائي للدرجات الهوائية. أهلا وسهلا بك أسماء، منورة أنت ونبيلة. بداية، ما هو رأيك في دخول المحجبات عالم الرياضة بصفة خاصة بشكل قوي، خاصة في المحافل الدولية؟ أوكي. طبعا هذا شيء لابد منه. الحجاب أو يعني الثقافة عمرها ما كانت حاجز أن يعني تمنع البنت من أنها تمارس رياضة معينة. شفنا تعليقات كثيرة أسماء، تكوني عارفة يعني عن الموضوع، تعليقات كثيرة خصوصا في الأولمبياد اللي فات. كان في تعليقات دائما أنه يقول لك أنه المحجبة مش لازم تكون تشارك في محافل دولية في رياضات معينة، وفي ناس بتأيد بتقول لك لا، لازم أنه الحجاب يكون يعني هو شيء غير، أنه يفصلها عن الرياضة وعن أنها تكون بطلة في محافل ما ودولية. فيعني ما هو رأيك الشخصي في أنه يكون المرأة في منصب ما رياضيا يعني بطلة أو حتى مشاركة وهي بترتدي زي الإسلام؟ أبدا ما يمنع، ودليل على هذا البطلة الأمريكية ابتهاج محمد، صاحبة ميدالية في الأولمبيات الأخيرة في رياضة المبارزة. يعني أتوقع هالموضوع كسر حواجز كثيرة وأثبت للناس وايدين أن المحجبة يعني ما في شيء يمنعها من أنها توصل لأماكن. هل تعتقدي أن المجتمعات العربية لا تجد مشكلة في منافسة المرأة في رياضات عالمية؟ والله في فئة وفي فئة بتشجع. مثلاً الحمد لله القيادة الرشيدة ما تقصر ويانا، تدعمنا بكل طريقة. لكن في فئة من المجتمع اللي دائماً بترفض التغيير وبترفض مهما كان، حتى لو كان هذا الشيء لمصلحة الدولة أو مصلحة الأمة كعامة يعني. ولكن لأنه جاي من امرأة فلازم أنه يكون يعني تبعد شوية عن الموضوع يعني أكثر. يعني ما يشوفون فائدة أنها تمثل دولتها في المحافل العالمية، لكن يشوفون أن هي مكانها غلط لأنها سوت شيء ثاني، سوت شيء غير عن المألوف. طيب هل هناك قوانين أسماء ممكن أنها تحمي المرأة من هذه الممارسات وتخليها تمارس النوع الرياضي اللي هي تحبه دون أن تعترض عليها مجتمعات أو مجتمعاتنا العربية؟ والله كل شيء موجود في مجتمعاتنا العربية مجرد أعراف. قوانين غير يعني قوانين، هي مش قوانين، هي كلها أعراف. بس فالواحد لازم يتقدم خطوة للأمام ويكسر هذه الإعراف إذا يشوف إن ما منها فائدة. يعني هي أعراف، ولكن يعني القوانين بحد ذاتها لا تمانع من أن تكون مرأة في رياضة ما أو تكون بطلة ما، لأنها في الآخر تعتبر مواطنة من ضمن المواطنين الموجودين في البلد المعين، فيعني ليس هناك فرق بالنسبة للقوانين. هل هناك برأيك رياضات يسمح بها أكثر في مجتمعنا العربي؟ نعم، في فرق. مثلاً فناخذ على سبيل المثال الفروسية، مع تقديري لكل الفارسات، لكن المجتمع بيتقبلها أكثر من وحدة تمارس مثلا دراجات أو مبارزة أو
رفع الأثقال مثلاً. يعني المجتمع يتقبل أكثر. يعني بيطالعون البنات اللي يمارسون باقي الرياضات بنظرة استغراب، لكن إذا شافوا البنت اللي تمارس الفروسية ما شاء الله عليك فارسة. فهو يعتمد على الثقافة أو شو هي الرياضة اللي دارجة في الثقافة. يعني هناك رياضات ممكن أنه يتم الموافقة عليها ورياضات أخرى يعني منبوذة يعني. منبوذة بالنسبة للمرأة. هي مو منبوذة، هي غير مألوفة. غير مألوفة. ومجتمعنا العربي ما يحب الاختلاف والتغيير. طيب برأيك ما هو رد فعل اللي بيكون لما أنه يكون هناك سيدة أو امرأة ممكن أنها تمارس رياضة معينة، كيف بيكون ردود الأفعال عليها شخصيا؟ ضمن أنه كانوا أمامك أمثلة كثيرة شفتيها في خلال أنه حياتك، خصوصا يعني كرئيسة فريق نسائي لدراجات هوائية، كيف بيكون ردود الأفعال؟ يعني مثلا أو المكان اللي دائما نتمرن فيه نشوف نفسنا نحن الإماراتيات الوحيدات، لأن ما في حد داخل هالمجال من قبل. فأتوقع هو خوف، يعني الخوف من أنهم يجربون شيء جديد أو منهم يدخلون في رياضة بطريقة جدية في أنهم يمارسونها ويدخلون بطولات فيها، ممكن يكون بسبب الخوف يعني. يعني عائق كبير كارف. طيب ومن خلال التجربة، من خلال يعني المسار اللي أسماء عدته، كان في عراقيل معينة أم كان هناك تشجيعات؟ حكي لنا أكثر على مسارك. والله في يعني طبعاً بيكون في هناك من يشجع وهناك من يرفض وهناك من يهاجم، لكن في النهاية الحمد لله يعني أشكر كل شخص شجعني وشجع الفريق بشكل عام. في النهاية بالإصرار ممكن أن نوصل ونغير واقع المجتمع، وهاي خلينا نقول أن مهمتنا كجيل شاب أن نغير تفكير المجتمع للمستقبل. وحتى يعني الرياضات بصفة عامة بتغذي الجسد وبتغذي الروح كذلك، فلازم يكون الروح قابلة أنها تستمر أكثر. وهذا الشيء حصله في كل الرياضيين اللي نتعامل معاهم، كلهم نفسيتهم حلوة، كلهم روحهم ما شاء الله. الروح بتكون مغذية سبحان الله. نأخذ اتصالات هاتفية أسماء ونشوف كذلك أراء المشاهدين. ومعنا من المغرب سكينة. أهلا بك سكينة. سكينة بصراحة ما هو رأيك في الفتاة التي تمارس الرياضة بالحجاب؟ السلام عليكم نبيلة. مرحبا بك. أنا جد سعيدة لأني أتكلم معك. أهلا وسهلا أسعد. رأيي في الفتاة يعني محجبة اللي كتلعب الرياضة، نعم يعني الفتاة المحجبة اللي تتلعب الرياضة فهي كتكون يعني كتكون قوية وكتكون متفائلة وكتكون يعني كتشرف الحجاب، يعني كتكون ذات صحة، يعني ملي كيشوفها يعني الغير المتحجبة كتقتدي بها، كتقول شوف المحجبة يعني عندها اللياقة. يعني هي انت بتشوفي انها قدوة حسنة. نعم قدوة حسنة. رغم ان يعني يرفضون يعني المحجبة انها تقوم تمشي للالعاب الاولمبية وتمشي يعني تخرج على برا وتخرج لهذا الحكم يعني الاسلام ديالنا شتي يقول، ولكن هو سميتو تيكون داكشي يعني محد الفتاة دير حجابها ويعني محتشمه واسميتو يعني. طيب فانت مؤيده، انت فهمت من كلامك انك مؤيده ان يكون هناك رياضيات متحجبات ويشاركوا في الرياضه اللي هم حابينها. شكرا على رايك وعلى اتصالك. ومعنا اتصال هاتفي من ايوب دائما من المغرب. اهلا وسهلا بك ايوب. برايك ايوب هل هناك رياضات لا يجب ان تمارس بالحجاب؟ نعم سيدتي، يمكن ان نقول مثلا السباحه ربما لاسباب يمكن لا يمكن أن تمارس بالحجاب، ولكن باقي الرياضات يمكن. المشكلة ربما هي مشكلة سيكولوجيا، العقل الشرقي لا زال لم يستطع أن يتحرر يعني من مفهوم القيود التي كانت تحكم المرأة آنذاك، عندما كانت المرأة لا يمكن لها أن تخرج، المرأة هي عيب وعار. ربما هذا ما يجعلنا يعني نقف أمام هذا المشكل، ولكن ليس بمشكلة يعني أن المرأة
تمارس الرياضة بحيث. طيب شكرا يا أيوب على رأيك. عنا 20 ثانية أسماء، حابة أخذ رأيك لما يقول مشاهد يقول لا يجب أن تمارس المرأة المحجبة السباحة، كيف بتردي عليك كرياضية؟ أنا أعرف سباحات محجبات، ممكن طريقة اللبس تكون شيء يعني شخصي وراجع للمتسابقة نفسها أو الرياضية، بس كل شيء ممكن يعني. يعني هذا مش عائق لأنه لا. هناك زي كذلك للسباحة إسلامي ونفسه نفس ممكن الحجة. يكون زي إسلامي أن تقدر تمارس فيه السباحة طبعا. طيب شكرا على وجودك وعلى كل المعلومات اللي أخذناها منك اليوم أسماء الجناحي مؤسسة الفريق النسائي للدرجات الهوائية، شكرا لوجودك. شكرا مشاهدينا، إذن فاصل قصير ونعود بعدها، تابعونا. تبوريضة رياضة ما زالت في أوجها، بعد الفاصل. أحييكم مشاهدينا من جديد. اليوم نتحدث عن فن مغربي تراثي هو التبوريدة. مع فصل الصيف يشتد اهتمام المغاربة بفن التبوريدة في الحفلات والمهرجانات والمواسم، حتى أن هذا الفن يكاد يكون العلامة المميزة لهذه الاحتفالات، خاصة أنه يختلط بكثير من الطقوس والرموز والدلالات التراثية العميقة. وترجع فنون الفروسية المغربية التقليدية أو تبوريدة إلى القرن الخامس عشر الميلادي، وتعود تسميتها إلى البارود الذي تطلقه البنادق أثناء الاستعراض. ولكن بدلا من أن نشرح لفظيا هذا الفن المغربي التراثي، دعونا نشاهد بعض اللقطات التي ترينا فن تبوريدة الأصيل، ثم نعود إليكم من جديد. ضيف اليوم مشاهدينا في الاستوديو هو الرئيس التنفيذي للنادي الملكي للفروسية بدبي السيد مصطفى عمشان، اهلا وسهلا بك. مرحبا اهلا وسهلا. اهلا بك استاذ مصطفى. اولا ما هو تاريخ تبوريدة؟ والله تاريخ التبوريدة يعني او ما يقال بفانتازيا، هذا تاريخ قديم جدا يرجع الى القرن الخامس عشر. طبعا امتاز هذا الفن، فن من الفنون الفروسية، امتاز انه يعني خلد في اذهان أهل المغرب العربي، لأن يعني مثل ما تقولين في القرن الخامس عشر بدأ، كيف بدأت الرياضة هذه أو كيف بدأت هذا المظهر الاحتفالي؟ هو يعني بدأ عندما يعني حضر الأجانب وغزا المغرب العربي، فهم يعني قبائل المغرب العربي اجتمعوا مع رجالهم للدفاع عن أرضهم، للدفاع عن أعراضهم، فبدأوا يعني شكلوا مثل هالمجموعات التي سميت بالسربة، كل مجموعة سمت نفسها بسربة. طبعا هالمجموعات شكلت بأنها يعني أبرزت رجالها وفحول الخيول التي يعني كانوا يستخدمونها مع استخدام مثل ما تقولين الأسلحة. وكان في نفس لازم يعني الفكرة اللي نعرفها على تبوريدة أنهم لازم يمشوا في نفس الوقت. نعم في نفس الوقت. بطريق يعني صحيح. الآن شوفي ويضربوا النار في نفس اللحظة. نعم هذه ضربة النار هي يعني تكون في آخر المطاف. نعم ولكن يعني مثل ما تقولين الرياضة
رياضة التبريضة هذه يعني كيف يعني حافظ عليها هذا الشعب العظيم شعب المغرب العظيم؟ هذا شيء جميل صراحة، يدعونا إلى أن نحن نشكر القائمين عليها ونشكر القبائل أنهم استمروا في مثل هذه الرياضة وحافظوا على هذا الموروث. يعني هو فعلا موروث، خصوصا أنه في كثير من القبائل أستاذ مصطفى كانوا يعني أنهم يكون عندهم خيل ويحافظوا عليه ويغذوه كانت صعبة، لأنه ظروف يعني من القرن الخامس عشر لحد الآن كان صعب أنهم يحافظوا على خيولهم بصحة، يعني أنهم يحافظوا عليهم بالطريقة دي. طب هل هناك كذلك، أنا عارفة أن هناك نساء يشاركون في التبريضة المغربية، كيف تدخل يعني كيف صارت لم تعد حكر فقط على الرجال وصار هناك نساء كذلك بيشاركوا فيها؟ والله شو بقول لك، الآن النساء يعني بصراحة هم شقائق الرجال طبعا، والنساء عادة يعني منذ القديم يعني كانوا يدخلون مع الرجال يبارزون. يعني مثلا لو نرجع إلى التاريخ الإسلامي القديم نرى أن الحديث اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في أحد الغزاة كانت نسيبة بنت كعب الأنصارية اشتهرت يعني تاريخيا، يعني الآن كانت تخوض المعارك مع الرجال، يعني حتى مقولتها المشهورة التي يعني ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم خلدت يعني إلى تاريخ اليوم، قال ما التفت يمنة أو يسرة إلا وجدت نسيبة تقاتل من دوني يعني في سبيل الله. فكان يعني هذا دليل على أن المرأة كانت تخوض يعني مثل ما تقولين صفوف الرجال وكانت تشق صفوف الرجال. فبالتالي أنا أقول بالعكس، دائما النساء دائما ينافسون الرجال في العديد من المواطن، لكن يبقى جوهر مثل هذه الرياضة. طبعا هي رياضة فيها إبراز القوة والنشامة، عندها مفهوم نعم معين. نعم. فبالتالي يعني أنا يعني في اعتقادي أنه يعني كجوهر وأساس الرياضة هذه تبقى للرجال لما لها من قوة. طبعا النساء يعني لا نستطيع أن نمنعهم من أي شيء، لأن مثل هاي تعتبر رياضة في النهاية، ولكن يبقى جوهر المرأة النعومة والأنوثة أكثر من التبريضة. نعم صحيح. طيب هل هناك مخاطر بصفة عامة؟ نعم طبعا، رياضة التبريضة طبعا مخاطرها يعني حال أي رياضة أخرى من رياضات الفروسية، سواء كانت القدرة أو التحمل أو غيرها من القفز وغيرها من الرياضات المختلفة. طبعا المخاطر تكمن في التحكم بالخيل ويعني الفارس، ثباته، وقوعه، كل هاي الأمور. يعني ربما هي أصعب لأنهم يكونوا قراب من بعضهم وبينطلقوا مع بعضهم، وكذلك لأنه ليس هناك خيل فقط يعني أنه لا فروسية فقط، ولكن بالإيد الثانية بيكون في اللي هو البارود أو نعم. فهذا يمكن تحتاج إلى تركيز، تحتاج إلى ثبات، تحتاج إلى أيضا مثل ما تقولين المحافظة على التوازن. لأن إذا ما في توازن اختل، لأن يعني الفارس حينما يقبض بيد واحدة البندقية والأخرى مثلا يعني لجام الخيل، فتعرفين أحيانا مع سرعة الخيل يعني طريقة التحكم، هذه كلها يعني من المخاطر التي تحف بالفارس. طبعا المشاهد يتمتع بما يشاهد من هذه المظهر الاحتفالي، ولكن في نهاية الأمر إذا يعني نرجع ما وراء الكواليس لنرى كيف يعني هذا الفارس يبذل جهده، وبهذه الطريقة بنحبهم أكثر، يعني بنحس أنه بننبهر أكثر باللي بنشوف. نأخذ اتصالات هاتفية أستاذ مصطفى، نشوفه كذلك آراء المشاهدين. دينو معنا من المغرب. ياسيف أهلا وسهلا بك. ياسيف، هل أنت من اللي بيحضروا الفعاليات بتحدث في المغرب من أجل إحياء تبريضة كجزء من التراث؟ أهلا نبيلة. فعلا في المغرب هذا الفن معروف كثيرا، هو من الأصول والقواعد العريقة جدا في أغلب المناطق المغربية، منها مدينة أزمور، هي المدينة التي أسكنها، التي تستضيف سنويا ملتقى دوليا يهتم بالتعريف بهذا الفن التراثي، بالإضافة إلى مواسم محلية بنفس المدينة البربرية. ينسجم فيها اللباس مع الغناء، الرقص، الفروسية، الأضحية والنار في سياق متناغم جدا. طيب شكرا جزيلا على رأيك وعلى مشاركتك، واتصال هاتفي دائما في المغرب. معنا محمد أهلا وسهلا بك أنت ونبيلة. محمد، هل الفنون التراثية مثل التبريضة مثلا في المغرب، هل بتشوفها مهددة بالنسيان؟ نعم أستاذة، يعني هي مهددة بالنسيان، يعني لأنها قديما كنا نرى من الضروري تواجد التبريضة في احتفالات والأعياد الكبرى كحفلة الزفاف والأعياد الوطنية والمواسم الثقافية والفنية، ولكن سرعان ما بدأت يعني تنحصر تدريجيا في بعض المناطق المغربية، إلى جانب يعني نراها يعني ما هو سياحي وما هو ثقافي فقط. نرى القليل من التطور
يعني في السنوات الاخيره حيث عرفت واحد الانتعاشه يعني في المغرب وخصوصا انها ارتقت الى واحد الصنف رياضي يعني تحولت الى رياضه اكثر من الفولكلور. انا اشكرك يا محمد على اتصالك واشكرك كذلك استاذ مصطفى يعني استمتعنا بالمعلومات اللي اخذناها منك. شكرا جزيلا لوجودك استاذ مصطفى عمشان الرئيس التنفيذي للنادي الملكي الفروسيه بدبي. شكرا جزيلا لك. شاهدينا اذا انتهى وقت حلقه اليوم ولكننا طوال الاسبوع نتابع مشاركاتكم معنا على مواقع التواصل الاجتماعي. سجلوا بياناتكم على صفحه انت ونبيل على فيسبوك وسنقوم بالاتصال بكم. تابعونا على تويتر وعلى إنستغرام وعلى سناب شات. إلى الأسبوع المقبل مشاهدينا وحلقة أخرى من أنت ونبيلة.